السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنجرب حاجة اسمها ميداس، وأول ما نجربها هنبدأ نشرح لكم إيه الفكرة منها. تمام، مطلوب مني إن أنا أحط صورة بسيطة، خلينا نختار صورة. تمام، ممكن أحط اللوجو الشعار دوت أو أخش على أي صورة عندي. وليكن مثلا خلينا ناخد مثلا صورة بيت مثلا زي كده. تمام، هيبدأ يرفع الصورة وبعد كده اقول له سبميت. الفكرة في ايه؟ ان انا بديله صورة وهو بيبدأ يحسب الدبس في الصورة تطلع بالشكل ده. ليه بقى الفكرة ديت؟ عشان تتحول من صورة عادية ل3D، يعني دي بحملها على بعض البرامج وتبدأ تاخد ابعاد، بيشوف ايه الحاجة القريبة وايه الحاجة البعيدة. تمام، هي دي الفكره. الفكره دي هيبقى ليها حاجات في المستقبل كتيره جدا، يعني ده حاجه تجريبيه، لكن بعد كده تقدر تقول له انا عايز اعمل صوره فيبدا يعملها لك 3D. 3D يعني هتبدا تلف حواليها، يعني تخيل فيلم ليون كينج، انت بتتفرج من ناحيه دي وخد بتتفرج من الناحيه التانيه وتلف الصوره زي ما انت عايز. الصوره دي بنقدر ندخلها على برنامج زي برنامج البلندر، وهو برنامج قوي جدا وممتاز جدا، ان شاء الله نشرحه بالتفصيل، منافس قوي ل 3D ماكس والميه. تقدر تدخله ويبدا بقى يحول لك الصوره دي ل3D. تمام، هو مديني الصوره دي على اساس ايه؟ ان انت تقدر تدخلها هنا ويبدا ان هو يوريك يسليها. تمام، هي الفكره مش ان هو بيخليها ابيض واسود، هو بيدرس ايه الحاجه القريبه وايه الحاجه البعيده بحيث ان الصوره دي تبقى كانها 3D. بعد كده تقدر ان انت تشوف الصورة 3D وتشوفها مجسمة. طيب خلينا نقول له كلير ونحاول نرفع صورة تانية. مثلا الصورة ديت. يبدأ ان هو يدرس الابعاد بتاعت الصورة. هو على فكرة بيتدرب من كده، يعني بعد فترة هتلاقي ده بقى جزء من برنامج زي الميد جورني أو أي برنامج من برامج تكوين الصور. في برامج كتيرة دلوقتي زي مثلا ليناردو والحاجات دي كلها، هيبدأ إن هو لما يحط الصورة يبدأ يدرس الأبعاد بتاعتها ويبدأ يخليها لك 3D. وده من نوع من أنواع الذكاء الصناعي اللي هو زير شوت، إن أنت تديله معلومة وهو بيبدأ يشتغل عليها. هو بيتدرب من الشغل بتاعك وبعد كده يبدأ يدينا نتائج مذهلة.